كابتن هاني، يمكن انت قريب جدا من الجمهور، وجمهور النادي الاهلي زي ما بنقول يعني جمهور بيهز جبال فعلا. هو النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي محتاجين حد من بره يشجع النادي الاهلي عشان يكسب؟ اكيد لا طبعا. لا طبعا، الموقف اللي النادي الاهلي فيه ده كابتن ايمن يعني قد ايه يقول لك او يبين لك قد ايه قيمه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي خلاص خد الدوري وحسم الدوري من حوالي 3 او 4 اسابيع، او الفرق الثانيه لسه يعني عايزه مستنيه نتيجه النادي الاهلي وفرقه ثانيه على اساس ان هي تشوف هتروح لفين. يعني انا بصراحه فخور ان انا منتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا كيان كبير، والموقف زي اللي بيحصل زي الموقف اللي بيحصل النهارده ده يبين لك قد ايه ان النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، والنادي الاهلي فعلا رقم واحد في مصر بالنتائج وبالاحصائيات وكل حاجه وبالاداء وكل حاجه. حته طبعا الفرقه الثانيه عايزه ان هي مستنيه النهارده ان النادي الاهلي يكسب او لا. النادي الاهلي زي ما الكباتن قالوا، النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص ولا بيبص للمهاترات دي كلها. هي ممكن تكون يعني حاجات على السوشيال ميديا موجوده، لكن انا كلاعب في النادي الاهلي او كمدرب في النادي الاهلي ما اعتقدش ان الناس دي بتبص على الموضوع السوشيال ميديا ده. اكيد الناس هتنزل النهارده هتكسب، هتادي برجوله زي ما كابتن يوسف قال. الناس النهارده كل واحد عايز يثبت لنفسه او يثبت للراجل ان هو يكون الاقدر ان هو يبقى موجود في مباراه الوداد ان شاء الله، لان دي مباريات يعني بتحصل كل فتره يعني. لكن انت بتتكلم النهارده ان شاء الله انت تكسب الوداد باذن الله، توصل ان شاء الله فاينل باذن الله. يعني دي حاجه طبعا اي لعيب في النادي الاهلي يتمنى يكون موجود في مباراه زي دي. والبطوله يعني بقى لها حوالي فتره كبيره 6 سنين او 7 سنين غايبه عننا، فهتبقى ليها طعم خاص. وبعد المشاكل اللي بتحصل وبعد الانتقادات اللي موجوده على السوشيال ميديا والحاجات الكتيره اللي احنا بنشوفها الفتره دي، فاعتقد ان لعيبه النادي الاهلي ومدير الفني بتاع النادي الاهلي حتى النهارده باين في القائمه بتاعته. الراجل بدأ بالتشكيل القوام الاساسي بتاعه، ولسه هنشوف التشكيل، لكن القائمه بتقول ان هو الراجل ما بيهزرش ولا باصص لحته ان انت في فرقه ثانيه هتستفاد من النتيجه بتاعتك او لا. فده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيبصش للحاجات دي. وان شاء الله باذن الله اتوقع النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يعمل مباراه كبيره، يعني تكون بروفة قوية إن شاء الله المباراة بإذن الله رب العالمين. وأكيد النادي الأهلي بيلعب لنفسه ولنفسه فقط، ده اللي تعودنا عليه طول عمرنا، وهي دي قيم ومبادئ النادي الأهلي.